قدر احن نقوم على الحرة خلي اعتادي راجين كتار الفقر والجلابي. يا ضامر منور بيتك العامر حباب الغالي يا ضامر بحوت الفنجر المعبر الصرصولة كبابي كوعوا به مزاج وارجوها فوق حبابي. حباب المشاهدين وحبابكم عشرة ورمضان كريم عليكم. وشلونكم اليوم؟ ترى احنا الحين معنا ضيوف داخل الاستوديو مرة زينين وان شاء الله يزينون هذه الليلة. ايش رايك؟ والله عاد حيرتني. المشاهد الكريم اهلا ومرحبا بك وحباب القدر والدور حباب في حلقة جديدة من حلقات قهوتنا بطعم مختلف. احنا كل حلقة في رمضان ان شاء الله هتكون بطعم مختلف، مرة بجنجبيل البشرة ومرة بهبهان ومرة بقرنفل والليلة بالهيل. الهيل سمحة بالهيل سمحة بالحيل حبابكن و رمضان كريم عليكم. سمحة بالمندي كدي. أي أيوة والله تنظف جمال بالمندي البشرة اللي حيفصح عن ضيف الحلقة منه. والله ضيف الحلقة كان راجل هودي وكان مرة هودي. سمح بقول بالتلبلفة قبال اسمع أبو مروة بشق الوعرة كان صوت الزخاير دوا بترب الدواسر بنفتخر بقوة أبواتك بمرق المستجير من هو بشري. ضيفتنا الكريمة الليلة يا مشاهديننا ضيفة يعني يمكن تكون جنسيتها ما سودانية لكن محبتها سودانية ومحبتنا لها يعني سودانية وقطرية. حبابك هيا دوسري. أهلا وسهلا حبابكم عشرة. والله ما أقول ولا حي إلا غني أنا حتي قال نمي بقوله فوق هذه الصليط الجاسرة محل ما يقبل العز تلقى كله دواسرة عندها حكمة في حل الأمور العاسرة أبوات الجبيل مثل اللي سود الكاسرة. يا سلام حبابك هيا حبابك عشرة. أنا حتى وزيد فوق نمك على المبروك غناية وشكري لابت الدواسرة في المزاجات بكري رافعين راسنا في الحارات وشاغلين فكري مبسوطين بك اللحوي ورفاعي وشكري. نحن ضد القبلية في قهوتنا وضد القبلية عموما في كل منابرنا لكن كل القبائل بتفتخر بيك جدا ومبسوطين بيك جدا لأنك يعني واصلتي وما قصرتي. أنا كان عندي واحد والله قال له السودان مرقلك يام حديث انضافي المدن الغرى الأرياف كل منافي رفيقة الضعف داير أقول كلاما إضافي سفيرت اللي النوايا الحسنة غيرك ما في. يا سلام شفتي والله تاني قول لها واحدة انت ما ليش أفغانك دي. قال ده كله طبعا لضيفتنا الجديدة دي إن شاء الله سيف عصام الشيخ التوفلي إن شاء الله والله إن شاء الله بعد مضمى كده. قال فرحان بها الحضر زايد العرب في خلاهن إما تلقوا ضيف قولش معناهن. يا سلام الغرى والبواد استقبلوك بغناه زي ناس المدينة وكت محمد جاهن. حبابك انت مليون وحبابك مليار. طيب طوال نخش عليك. نعم. اول حاجه خلينا نعرف المشاهد يا اخوانا هاي دي بتحب السودانيين بس ده كل الموضوع. الموضوع ما فيه تبادل ثقافات يعني حبه السودانيين من خلال الشعر من خلال الدوبيت من خلال كرم من خلال حاجات ال تصرفات شخصيه او سلوك حاجاتنا شخصي. حاجاتنا نحن السودانيين أيوه. خاصه جدا صحيح دي. حبابك هاي كده وريني مشاهد كلمي ونيتي براي يصطك شنو مع السودان. أول حاجة نقول لهم مساء الخير والفال الزين إن شاء الله وحبابكم عشرة وأنا سعيدة فيكم ويا هلا مرحبا فيكم إن شاء الله. وأنا مرتبط كل ما سمع هي الدوسري يرتبط أنه وجودها هي مع في إطار العلاقات الشعبية بين البلدين قطر والسودان في إطار الصداقة وتبادل الثقافات إن شاء الله بين البلدين. نعم إن شاء الله. نعم الثقافات لكن أنا شايف إنتي مايلة على الشعر كثير يعني. نعم فكلامي نظرتي صح ولا لا؟ صحيح انا حبيت الشعر من اخوان السودانيين الصراحه. صحيح ان الشعر الخليجي موجود ولهم مكاناتهم ودي بس حبيت الدوبيت حسيته ما ادري مع انه صعب يقولون بس بالنسبه لي سهل. دمي محبتك الله يخليكم ان شاء الله. طيب احنا دارين كده تحت كده هاي عندها يعني عندها صوت شعري ف ندخل في دفتر يومياتي قدر نقرا شويه. نعم احب اقول لهم يا طير خذ مني سلام وتحايا واقصد بها ناس على العز رابين. نعم. ناس لهم طبع بالمحبه سجايا وفيهم باصناف الكرامه عناوين. يا
وابشروا بالخير ان شاء الله. ابشر بالخير دي البشرى. اظن انك هات الحلقه احنا تصدقي تجينا نسيناك والله يقهر ما نسيناك حبابك دفيت لك بوتر. موضوعنا يعني طرق قبل كده لكن بصورة مختلفة. نعم. اللي هو وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على العلاقات إذا كان سلبي أو إيجابي. نعم. ده موضوعنا الليلة. والسبب اللي خلانا نقعد معاه هيا وخطنا دي إنه يمكن السبب في إنه نتعرف الدول تتعرف على بعض إنه العلاقات تقوى وتتوطد واحدة. نعم. من الأسباب هي وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. الآن بقى يعني منبر لتبادل الثقافات وتبادل الشعر وتبادل كل الحاجات عبر منابر التواصل الاجتماعي. لقيناها ولاقت الناس وتواصلت. صحيح. أنا بس داير أسأل سؤال، أنت منو بتعرفي من الشعراء في السودان؟ شعراء صراحة أول حاجة الشعر القامة ولد إدريس عبد الله ولد إدريس له التحية والتقدير من الشعراء اللي تكرموا في قطر. والشعراء بعد في قطر عشان ما ننسى حد، واحد يقول لنا إذا نسينا حد الناس زعلوا علينا، عوض عوض الكريم وعبد العظيم السوداني ملقب به، وكثير من الشعراء الموجودين أحمد موسى وهني الشباب الجيل الجديد بعد عمران ومجاهد وعبد الله كله لهم التحية إن شاء الله. يا مرحبا والله. طبعا على راسنا البشر ابراهيم. مرحبا حبايبي زعفر، انا معجل الجديد كثر خير. مرحبا الله يتقبل حبايبي. الله يجزاك الجديد. طيب نحن افتكر نخش في موضوعنا طوالي. يعني قال النت اللي فتحنا على البعاد وقراب، عرفنا الشعر فيه كافه الكتاب، حفظنا الثقافات لا قلم لا كتاب. هيا دي جاتنا كيف؟ بالفيس وبالواتساب. نعم. وانا بقول بسبب اتقانا دي شرفتنا بنيه بين الدولتين، صنعت علاقه قويه. نعم. كم بالله حلت مشكلات اسريه وكم عزوها اهلي الما بيسووا النيه. نعم. واحده من الطرق اللي وصلت بها يمكن هي للسودان هي العلاقات بالناس. نعم. اللي بدت كيف وبدت وين؟ اعتقد ان مواقع التواصل الاجتماعي لها دور كبير في الحاجه. ما غير مواقع التواصل الاجتماعي برضو في حاجه خلت هي تصل السودان. طبعا حس جاي في زياره للسودان يعني. أيوة. تتفقدوا. فقال داير اديك تواصل للثقافات تاني. جينيات اللي بقلبوا الشد على الهجاني. بيرفع راسنا ما قبل السوداني بكرمه وشهامته ومنهجه الانساني. يا سلام. نضال برضو يمكن السوداني ده ذاته باعتباره وسيله لتوصيل اي ثقافه، ثقافاتنا دي بالذات. صحيح. بيوصلوها بالصوره السليمه كمان مش الصوره السليمه. والله اخيرا من الفيس واخيرا من الواتساب. اخيرا راسنا. طب انا دار انت قبل ما تصير حكايه الواتساب والفيس نعم السوداني كشعب موجود في قطر، ليه هم دور في انك انت تميل الميل الشايفه للسودانيين؟ نعم. ايوه هو في اطار احتكاكي معاهم بشكل يومي سواء كان زملاء عمل او على مستوى الجيره، فهم كلهم موجودين. نعم. اساسا بديت اكثر حاجه الاحتكاك معاهم من خلال البرامج والانشطه الموجوده في ساحه المجتمع المدني على مستوى الجاليه السودانيه في قطر. كانت في كثير من البرامج والانشطه الموجوده مثل مناسبات الاعياد ورمضان، الكرنفانات، المهرجانات الثقافيه، كانت كنت احضر لهم، كنت احضر وكنت اتابع دائما صفحه السودان في جريده الشرق. لا حد يقول لي كيف، بس اني دائما محبه اني اتابعها لان دائما تنقل الحدث كله. وبعدها صرت اندمج معاهم اشاركهم ويعني احضر لهم في كل حاجه. جميل. نحن الكلام معاكي يعني حنتواصل فيه لسه، والاحاديث حلوه بيكي، لكن نحن والمشاهدين ديل جت علينا، نمشي فاصل ونجي راجعين عقب. ابقوا قراب احبابكم. جينا بعد الفاصل انظار
وطوال يجينا على ضيفتنا دي يعني. اها انا ما اقدر ان اسوي ندخس عليه سعليه. سامح انا حابه اسالك انه علاقتك بالسودان بدت قبل اكثر من 3 سنين. نعم. محبتك للحاجات السودانيه، شنو اللي عجبك في السودانيين؟ وفائهم، الوفاء يعني شخصيه الزول السوداني او الاخت السوداني، كل التحيه والتقدير لهم يعني. بالعكس يعني فيهم صفه الوفاء، يعني يوقفون معك في كل شيء، يعني بخلاصهم في كل حاجه يعني. نعم. احنا يعني جبنا طول فوق طولنا بالنظم ده. أول حاجة هي قالت الزول السوداني. قالت الزول وقالت الأخت. والله يطفشني ما سمعت الأخت، سمعت الزول السوداني. والزول السوداني قال لها العز والفخار معروف تريك تبواتك، وأنت معانا في السودان قوية صلاتك، يا أرض الغبش بنت الدواسر جاتك تلقيها بالعرض ورطين نحساتك. يا سلام. حبايبك أنت 10 والله. والله دي جاتني هسه بعد ما قلت الزول ده. طيب نحن نواصل في موضوعنا ذاته أنضان. قال النت مرض ضياط من ضاقه ما بخليه. اي شيء دايره في راسك مخزن فيه. اكيد فيه القبيح برضه السمح ما عليه، لكن اي زول اللي بيشبهه بسويه. يا سلام. الفيسبوك، الواتساب، الميديا طبعا جديده عليه. جديد. خلاص مين جديده عليه؟ جديده عليه احمد الصديق. انا لا سطحنا بزول باي طريقه. كم بالنت بنخبر بالتواصل جارنا. نعم. وكم هاشتاج وصل في حين وشال اخبارنا. نعم. جوجل بالمتر والصمت حافظ دارنا، وعمنا ماركت يسال يومي عن افكارنا. دي بالنسبه للناس. احنا ما عندنا البشره كمان عرب لينا كدي لهم التحيه. لسه ما بعرفوا الحاجات دي يعني. نعم. مثلا عندنا عمك كبير قاعد هناك، وعندنا خالتنا بيجاز، دي كلهم ما بعرفوا الهاشتاجات وال وماركت دمنو كده. ماركي ده أزول اللي دفعتي يعني بالمناسبة كدي. بس إذا الفيسبوك كدي باختصار. أي. فطوال أول ما أنت دخلت صفحتك في الفيسبوك يقول لك يعني بتفكر في شنو سؤال يومي. فدي حاجات النت يمكن دي إيجابيات، وإنه شنو إنه بنتواصل مع الناس، إنه مثلا الخبر اللي بيحصل هنا مثلا هاشتاج واحد ممكن الناس كلها تشوفه، في أكبر عدد من الناس ممكن يشوفه برا. بعد ذاك الزول اللي راح من بيته جوجل ده والله بيجيبه. هاي بيجيبه. انا زعلان منه في حاجه واحده. بقينا اتغالتنا انا والبشره اصلا عن الغلط كثير بيني وبينهم، بقينا اتغالتنا طوالي بس ندخل وين؟ الجوجل. تكتب الدائره تكتب، وبعد ذاك بيتكبب بزولك وطوالي تطالع كبابها. والله مفتن بس موجعني في حاجه واحده. يوم واحد ما قال لنا رمضان كريم. قال ساهم في الثقافات اللي بقت منقوله. عادات الشعوب الشاذه والمقبوله. جاب لنا شيء قديم. محن الولي معقولة من عصر الكهوف والجاهلية الأولى. نضال برضو يعني الكتب زي شوية كده نامت. صحيح. وقع عليك صغافة الكتب دي بالذات. لكن في النت الحاجات دي موجودة، يعني المعلقات السبعة ما قبلها من العصور، من الشعر، من الروايات، من القصص. أزول كان دار السقف. دي برضو حاجة سلبية بعقد إيجابيتها. إنه مثلا إن بيجي داير لك معلومة بتلقاها في النت لكن تسأل منها منو. ما يعني نادر ما يكون عندها زول مسؤول منها. المهم زول برميله مثلا سين بيقدر اكتب عيد ميلاد البشرة. يمكن يجينا 4 فيديو و5 صوتيات، حاجة صوتية مسموعة، ويمكن ايضا النص ذاته، لكن ايضا نص النص حق البشرة ونص الثاني حاجة غلط وما مكتوب كويس، وفي النهاية مكتوب باسم البشرة. فدي واحدة من سلبياتها. يعني احنا نشوف سلبيات ثانية. ان علقت فيه وبسلمك للموت. نعم. وإن باريته بيتهود بطارك يفوت. أي. الواتساب وحال الدردشات اليوت كم يا البشرة بشت الناس وهد بيوت. نعم. كمان الانشغال بالحيل بالميديا ما أي. حبابه. أي. كيف مثلا الحريم تلقى الواحدة أول ما شدت بصلطة دي في النار. أي. وقفت مسكت الجروبات وفلانة طلقوها وفلانة عرسوها وناس فلان ما بعرفوا انقلبت دول العربية. بغادي الحل حرقت في البيت جيعان ولحمه غير دي ما في. فدي طوالي تجيب المشاكل وخلاص. وهذا كان قامت عليها هي مرات ولا بتقوم عليها. النضال نحن سرحنا من الضيفه. حباب الضيفه انت جيتي السودان كم مره؟ ما ضيفه الزول اي والله انا اهل البيت وبيتي والسودان بلدي والحمد لله. هاي تعتبر لي زياره ثالثه للسودان 3 سنين على التوالي. 3 سنين. يعني انت مرتبه سنويا؟ ايوه سنويا بصراحه على ظروف العمل. نعم. والله حبابك عشرة. الله يخليك. براك عندي غنى بالمناسبة. نعم. ما تغنيني؟ نقول 2 يعطونك معزة وتقدير ودينك وفعل الخير في والدينك، و2 منهم كثر المخاسير درب الضياع ومحبة ما تعينك. أبشر. يا سلام. أيوة والله. الحاجة الملاحظة يا البشرة إنه سهولة المفردة.
دي برضو واحدة من الحاجات اللي بتسهل التواصل بين الناس. نعم. أسي الآن هي بتتكلم أن إحنا فاهمين كلامها. هي أن إحنا بنتكلم هي فاهمة كلامنا. يعني ده بيتحض الحاجة اللي بتقول لك إنه مفروض عشان تمشي تشارك برا مفروض تقرأ شعر فصيح عشان العرب يفهموه. ليه؟ ما إحنا بنفسي لغتنا دي وبنفسي عاميتنا نمشي نقابل بها الناس وإن شاء الله في 100 نفر اللي قاعدين دي الأجانب 10 يعرفوا إحنا بنقول في شنو. نعم. أعتقد إنه كده الرسالة بتصل. هيا ليك التحية لأنك أنت مهتمة بحاجاتنا. ونحن ليلة مبسوطين بك انبساطة شديدة. والله فرحانين بقى فرحة ما تخيل. الحاجة الثانية يعني. نوه ليها السادة المشاهدين إنه والله رغم إنها هي يعني مواعيد طيارتها الآن مفروض تكون في المطار ونحن الآن يعني كنا الواطة ليل ورمضان والدنيا زحمة وكذا. ما تذكري الطيارة. لكن مع كده هي آثرت إنه لازم إنها تظهر لمشاهدين قهوتنا. طيب عشان مشاهدين قهوتنا دي برضو تقول لنا غنوة في قهوتنا. نقول قهوتي من يدك فنجان المحبة. جعل فدوى لفنجانك وكفك صب كيفك بعد كل اللي أحبه لين تروي شف مجنونك وشفك يا بعد كل اللي أبشري بالغطري أبشري صح لسانك بالقطري لكن برضو فيه فيه عاد أنضال فيه بشر بيقولوا كلام ولا بنقال علاقات بين دول خربت سببها عيال كلام يفتن كلام يفتن شعوب ويضيع الأجيال. أنا بعتقد إنه الزول اللي بيمثل الشعب ده يمثله بصورة كويسة يا بشرة. نعم. يعني مثلاً الليلة البشرة ده مشى أمريكا. الليلة ينبقى البشرة ده زول ذكران قاطع وراجل. بشري. أكشف. ينبقى هذا بيخبط. فبيمثل السودان بصورة كويسة. نحن ممكن نأخذه مثال. يعني ممكن نأخذ فكرة سمحة عن الناس لأنه في زول مثلهم بطريقة سمحة. لكن ما صح انه اخذ فكره سالبه بمجرد انه في ذول مثلهم بطريقه ما كويسه. يعني ما ممكن اقيم شعبي كامل بتصرف فردي. ما هو شنو؟ انت بترد ورا ما الكلام بيستفزني عرفتي؟ صحيح. فانا بقوم برد للذول ده لكن برد في شعبي كامل يعني. صحيح. عرفتي؟ فدي مشكله يعني. السودانيين عموما مثلا. طيب ثقافات سالبه ما كانت زمان معروفه. هسه بقينا بفضل الثقافه نشوفها. بالتجامعة دي متزازة في مصروفها وميجابايتاتها في الفارغات بقت مغروفة. يا سلام. ميجابايتاتها في الفارغات بقت مغروفة. نعم. دي كيف؟ إنه يعني زمان في حاجات بتسمع بيها سمع يقول لك مثلا النت ده فيه حاجات ما كويسة. لا النت فيه السلبي وفيه الإيجابي وزي ما أنت بتقول إنه أي زول حسب ال يعني كل زول بعجبه الصار أي زول حسب الهواه. أي. فالآن بقت الحاجات متاحة. الحاجة السمحة متاحة والحاجة الشينة متاحة بعد ديتا وزمتك ويتا وضميرك ويتا وربايتك ويتا وإمكانياتك وكذا ده كله بيأثر. طيب ما ندي الضيفة. طيب انت جيتي دي المرة الثالثة انطباعك المرة دي كيف انه المرة الأخيرة دي يعني الأخيرة وحتواصي طوالي سنويا ولا حتزيدين الجرعة تخليها كل 6 شهور فعلا أصلا هي اساسا كانت زياره كل سنه مره هي اساسا على اساس ظروف العمل وغيره فكانت كل سنه لها اهداف معينه بما اني انا بلد السودان ما زرتها من قبل وكانت كل مره لزيارات الولايات وغيره للتعرف على عده مناطق السودان والتعرف على ثقافاتهم عن قرب حتى زياره الناس من نفسهم يعني نعم. ناس اعرفهم لي علاقات معاهم والحمد لله اما الحين على بعد ما توليت مسؤوليه تكليف جمعيه نظيره في قطر جمعيه الاخوه القطريه السودانيه باذن الله بيكون لنا برامج اقوى بتكون لنا اهداف اكبر ان شاء الله يعني ان شاء الله باذن الله والله حبابك عشرة والله احنا اكيد سعيدين انا شاكين عندك حبوبه سودانيه ريديك لينا والله انا قلت لهم يمكن حبوبتي دفنه سري هنا دفنه سري نضال لو لاحظت حتى الحاجات الصغيره صغيره حاجات السودانيين الخاصه دي بتلقيها عندنا احنا انا اسالك انت في قطر مثلا في رمضان قطريه ولا سودانيه؟ والله انا حتى عند اهلي خلاص قالوا هي السودانية يعني العصيده ولا بري ولا هذه ما يقصرون خواتي السودانيات يعني يشبعوني من الاكلات كلها يعني وما يقصرون يعني بس والحمد لله لك الحمد يعني بس انا حتى كلامي اساسا يعني كلامي مفردات اللي اقولها صار حتى في محيط العمل اقول صرت الناس يفهمون ولا ما يفهمون طيب دي جيتك الثالثة للسودان الحاجات اللي قولي السنة اللي فاتت لقيتي حاجات السنة اللي بعدها لقيتي حاجات السنة الثالثة لقيتي حاجات شنو الاختلاف اللي مستيه في الشعب السوداني في على مدار الثلاثة سنة؟ بالعكس صرت أفهمهم أكثر صارت علاقتي أقوى صاروا الناس يحبون يتعرفون علي مثل ما أنا أحب أتعرف عليهم والحاجة الجميلة في الشعب السوداني إنه
هو يبادر بعد يحب وفي نفس الوقت يقدر يعني حق الضيف اللي يجي. وهاي ما بيتكلم عن الكرم هاي لان ما شاء الله يعني ما قصروا صراحه، ما قصروا من كبير للصغير تبارك الله يعني. تستحقي. طيب الشيخة موزة يعني لها تحية بقت سامعانا جاية السودان، كان لها يعني وقع كبير عند الناس، يعني كل الناس تلقى حتى في بيوت الزمن ده كله ما سمعوا بيها، في ناس بسطة يعني في محلات ما بيعرفوا يعني خليه ذات يمكن ناس السودان ما بيعرفوهم سمع. صحيح. ف جيتها دي حتى وصلت لهم الان في 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 جيتها الاخيره دي. نعم. تفتكري السبب يكون شنو؟ بالعكس يعني اول شيء احمد ربي ان انا من دوله قطر. ثاني حاجه هاي سياسه الدوله الرشيده احنا ما نتكلم عنها، بالعكس كلها هاي سياستهم على نهجهم، حتى احنا صرنا مثلهم يعني. والله نقول احنا نمشي على سياسات دولتنا يعني بالفعل. نعم. الواحد كل واحد كله يعني ما عليه قصور، بس كل واحد يعتبر سفير لبلده في كل حاجه يعني. هي زيارته كانت موفقه جدا. نعم. كل الشعب السوداني مبسوط منها. صحيح. جدا. وبعد ذاك يمكن برضه يا البشرى نرجع لموضوعنا انه الميديا كان لها دور اساسي في نقل تفاصيل زياره الشيخه موزه. نعم. نعم. وأدت غرض الزيارة. صحيح. نحن كسودانيين تماماً ردتنا تماماً بالذات بعد ما رجعت يعني. عندها كم رسالة كده وصلتها للعالم. ردتنا نحن تب. صحيح. بذات لفتي نظري على البشرة. نعم. لكل الناس اللي مثلاً في ناس بيتخوفوا من مناطق معينة في السودان، يقول لك مناطق نزاع شدة في حرب في كده، كونه إنه هي تجي وتمشيها بيروح وهي ما يعني ما كانت، بالعكس يعني عكست رسالة جميلة جداً. نعم. واعتقد انه زيارتها كانت يعني ايجابيه في كل الحسابات حقتنا. نعم. ثاني نسمع حاجه. لبيه يا الوجه الجميل الهادي. نعم. شوفك هدى نفسي وقربك زادي، حبك. نعم. بوادي والبشر في وادي، وعروق قلبي جيهتك تحييها. صح لسانك، صح لسانك. لا مره ما عليك منا، ما عليك منا. قال انضال نديك وسيله ثانيه. قال عبر الديجيتال استغفنا يا انظار رسمي. عرفنا الجخ وبو مارلي وحسين الجسمي. قول لي ناسي حزراك في الرقيس تنقسمي، بنضحك قدر ما تنتني وتبتسمي. نضال برضو الدقيقة الواحد من الحاجات اللي وصلتنا نحن للناس. وصلت الناس لينا يعني. زمان التلفزيون السودان الواحد ذاك نحن بس بنلف حول الناس نديل. أيوه. خلاص. لكن بقى 24 اسمه الدش، كان الدش ولا الدش ما بعرفه. خلاص 24 غنى بس الان. والله والله انت حاضر البث المحلي من هنا من دماغ. نعم. مو البث وبينتهي ساعة تسعة بعد ذاك الارسال يقطع. ف دي واحدة من الحاجات اللي برضه وصلتنا، عرفنا الفنانين، عرفنا الشعراء. نحن طبعا بيهمونا الشعراء اكثر من في اليوتيوب وفي جوجل مسوي حساب خاطب 10 بالفيسبوك وبالواتساب. نعم. ظنها لك عليك يا ضو قبيلتك خاب، وابوك الراجي برك في انتظارك شاب. نعم. وفي الفيس بالرسائل كم مزاجي تعكر. وكم زول مهم شكى من حسابي تهكر. نعم. الما احسن استعمال حسابه توكر، عروض خياته فيهن بالغلط ما فكر. نعم. واحد ثاني صفحته فيها اسمه حنين. أي. يغش فيه صاحبه عادي ويقول له مشتاقين. واحد تاني تاجر بالقيم والدين عند كسرة يمين نقول بقبل وين. نعم. دي واحدة، مش واحدة، دي كثير من سلبيات المواقع التواصل الاجتماعي. مثلا الراجل اللي بخش باسم المرأة. أي. وال اللي هو مثلا الزول اللي بيهكر الحساب البشر، دي تعانيت منها كثير كثير. والله والله في زول تلحقت الليحة تلحنا والله. ده حساب الثالث، ده حس الحساب الثالث. وتخيلي في الاخر رجعوا لي براولة. والله قال لي بس انا ما قال لك معجب بيك؟ قال لي والله. أيوة. قال لي والله انا بهكر في الحسابات دي لانه انا معجب بيك. انا قصة الفيسبوك دي الفت نظرك شويه بس عشان تنتبه لي وتتواصل معي. سلوكه ما قلت لك يا رجع لي والله رجعت ثاني ما اتواصل معك. احنا نضال وصلنا نهايه الحلقه. عرفتي؟ دايرين هاي تقول لنا حاجه للمشاهد الكريم ولاهل السودانيين. نعم. اقول لهم بظل ان شاء الله احبكم في الله. نعم. ويجعل دائما اخوتنا ومحبتنا صادقه لوجه الله.
وكل التحايا والتقدير، ورمضان كريم عليكم، وان شاء الله تصوموا وتفطروا على خير يا رب ان شاء الله. والتحيه لكم، التحيه للمعدين برنامج قهوتنا ان شاء الله. سعيدين بيك، يسلمك يا رب، في قهوتنا بصوره خاصه. الله يخليك يسلمك. المشاهد الكريم، لا من نلقاك في حلقه جديده من حلقات قهوتنا، بنقول لك ابقى عافيه. ودعناكم الله ورسوله، تختمكم البيضاء وتعرفكم البيضاء، باكر عقب بنتلاقى. القهوة الوعر دربك بقالنا مدالك محل قبلنا، نكبر في الخلا ونقل عليك.